السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة المهندس ساسي. هنتكلم النهاردة على رسم البورتريه أو المبادئ الأساسية لرسم البورتريه أو جسم الإنسان. عندنا احنا جسم الإنسان طبعا بيتكون من البورتريه اللي هو الرأس الإنسان، وعندنا جسم الإنسان. رأس الإنسان وجسم الإنسان ليهم نسب معينة احنا بنتبعها في الرسم، بمعنى ان احنا هنتكلم دلوقتي عن ازاي ارسم بورتريه او النسب المتبعة لرسم البورتريه. الاول كده تكوين البورتريه او رأس الإنسان بتتكون من ايه؟ تحليلي من ناحية الرسم بتتكون من دايرة بستكملة بيها الفك بزاوية 80. يعني ايه؟ يعني لو رسمنا دايرة كده بالمنظر ده ولحقنا بيها الفك بزاوية 80 بالشكل ده، يبقى الشكل عامل كده. ده عبارة عن وش او رأس الانسان، يبقى دايرة ملحق بيها الفك ده بزاوية 80. طيب برضو هنتكلم على النسب بتاعتها. احنا دلوقتي لو قسمناها النص، طبعا وش الانسان معروف ان هو في سيمترية، اللي هو يعني بنقسمه النص واليمين قد الشمال. طب احنا كده قسمنا ده خط النص، ده خط وهمي هنمسحه، كل اللي فيه خطوط كده هنمسحه في الاخر. طيب وبعدين هنقول ان احنا اول جزء هنقسم الوش ده الى ثلاث اجزاء ونص، ثلاثة ونص يعني كل جزء قد التاني. يعني لو هناخد 5 سنتي يبقى 5 و5 و5 و2 سنتي ونص، 4 و4 و4 و2 سنتي. يعني بمعنى ان احنا هنيجي هنا ادي جزء 2 3 وادي النص، خط 2 3 ونص. يعني المسافه دي لو ضربنا هنا كده المسافه دي قد دي قد دي نص دي، يبقى دي 1 2 3 ونص. تمام، وخدنا في منتصف خط وهمي بالمنظر ده كده. هنيجي بقى ايه، هنلاقي ان احنا عند الخط ده فوق الخط الثاني على طول هتلاقي حاجب، هتلاقي العين، هتلاقي المناخير هتيجي هنا، هتلاقي البق، هنقسمها تاني مع بعض. احنا بس بنشوف الرأس بتتكون زي ما قلنا من ايه الحاجات اللي بتتكون منها الرأس. يعني هتيجي بالودن بقى هنا هتلاقي ان المسافة دي فيها الودن المنظر ده كده، هتلاقي ان الشعر هيجي في النص الاخراني اللي هو ده، نتقل بقى كده الحاجات دي عشان نقدر نوصل احنا رسمنا ايه بالظبط. هو المنظر ده كده. ده نسب او تكوين
رأس الإنسان. بدايتها كانت دايرة و فك ملصق ليها بزاوية 80. لو مسحنا كل الحاجات دي كده اهو، في أبعاد، في أبعاد أو تقسيم أفقي ورأسي بالنسبة للرأس، بمعنى أو بالنسبة للبورتريه عامة. بمعنى إيه؟ إن أنا لو هرسم بورتريه وجهة أمامية، أنا باصص قدامي أو وش في الوش يعني، هتلاقي إن هو بيتكون من إيه؟ من ارتفاع 3.5 أجزاء، يعني 1 2 3.5 أهو. نوصل ده كده، نوصل ده كده، نوصل ده كده. هتلاقي بقى الارتفاع بتاعي 3.5، العرض بتاعي 2.5، يعني بيبقى في شكل مستطيل. يعني لو ده 3x.5 ده 2x.5، بمعنى انه يبقى بالمنظر ده كده. تمام، امسح الخط ده. هتلاقي ان شكل النسب بتاعه البورتري او الوش في الواجهه الاماميه متقسمه بالشكل ده. طيب بناء على ايه؟ مبدئيا ان هنقول كل جزء الاول في الارتفاعات الافقيه دي منين لفين. طيب احنا عملنا الشكل ده كده، هنقول ان الاكس بتاعتي دي ب5 سم، يبقى 5 و5 و2.5، يبقى ده 12 سم ونص. الارتفاع 15، 2 سم ونص، يبقى 17 سم ونص، يبقى ده 12 ونص. لو هي 5 سم، لو 3 سم نفس الحكاية، 4 سم نفس الحكاية. طيب دي 12، هبتدي اجيب الاكس النص كده، يعني لو دي 12 ونص هقسمها 6 و6، يعني عايز اجيب بقى خط المنتصف بتاع الشكل بقى.